الاختناق أمر وارد الحدوث عند الأطفال الرضع، إلا أنه أمر مقلق لدى الأهالي عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث الاختناق، سواء عند ابتلاع مادة صلبة أو حتى الاختناق بالحليب عند أطفالهم الرضع. للتعرف على هذه الإسعافات الأولية تنضم لنا المسعفة ربا غانم، وهي مدربة معتمدة لدى جمعية القلب والرئتين الأمريكية. يعطيك العافية ربا. يعطيك العافية آيات. ربا، خلينا نتحدث أول شيء، كيف نعرف أنه الطفل بدأ يظهر عنده علامات حيوية للاختناق؟ طبعاً مثل ما حكيتي، حالات الاختناق عند الرضع اللي بتقل أعمارهم عن سنة من الحالات الطارئة الكثير شائعة، وللأهالي أحياناً ما بيقدروا يتعاملوا معها، بتصيبهم توتر ولبكة منها. صحيح. لما قال لي أحكي حالة اختناق عن طفل رضيع، أنا بحكي عن الشردقة، بحكي عن الغصة بلغتنا. صحيح. يعني أنا بحكي عن جسم غريب سكر لي مجرى التنفس عند الطفل وأدى إلى حدوث مشاكل بآلية التنفس الطبيعي عنده. عشان الأهل يقدروا يميزوها، طبعاً الطفل بيعطينا علامات إنه أنا قاعد بختنق، انتبهوا علي، أنا مش منيح. في البداية بتبلش عند الطفل ممكن سعال، لكنه بيختفي هذا السعال فجأة. لكنه مو السعال المعتادين عليه، اللي بيسموه سايلنت كاف، بيكون قريب كيف الشخير. بيكون يعني الطفل بيحاول يكح بس ما عم يقدر، فبيطلع معه مثل الشخير، بتحول وجهه إلى اللون الأزرق. هو الجاكينج؟ لا، هو مش جاجينج، هو راح يكون عنده مثل السنورينج، مثل الصوت الشخير. نعم. وكمان بتحول وجهه الى لون الازرق، وبصير عنده ازرقاق في الشفايف، ببطل قادر الطفل يتفاعل معي، واحيانا ممكن يسيبهم تشنج. في هاي الحاله انا بعرف انه الطفل بيعاني من حالات اختناق ولازم اسعفه بشكل سريع. هون حديثنا الاسعافات الاوليه للاختناق. مبدئيا الاهل بصيروا يدوروا انه بشو اختنق بالضبط. فهل احنا نركز على فكره شو هي الماده اللي اختنق فيها، ولا تلقائيا نبدأ في الإسعافات الأولية؟ هلا بغض النظر آيات إيش المادة اللي اختنق فيها الطفل، سواء كانت قطعة طعام أو حتى لعبة عند حالة الأطفال اللي بيحبوا، أو ممكن أحيانا حليب وهي أمه بترضع فيه، الإسعاف الأولي والإجراء هو واحد بغض النظر إيش العلامات أو إيش المادة اللي اختنق فيها الطفل. مجرد ما أنا شفت إن الطفل اللي عندي في البيت بلش وجهه يزورق، بلش يطلع عنده صوت مثل صوت الشخير، بطل قادر يكح، بطل قادر يتفاعل معي، لازم أعمل الإسعافات الأولية للاختناق عند الرضع. نبدأ نعرض للمشاهدين عن هذه الإسعافات الأولية. أكيد في البداية دائما إحنا نوصل الأهل إنهم يضلهم هادين. الطفل أكيد منظره رح يكون مزعج للأم لما تشوف ابنها مزرق مش قادر يعيط، مثير للهلع. لا أخفيكي، مثير للهلع، إلا إنه الإسعافات الأولية اللي بتتقدم بسرعة لهذا الطفل ممكن تساعد بإنقاذ حياته وتمنع من تدهور هاي الحالة. فدائما بنوصل الأهل إنهم يضلهم هادين قد ما بيقدروا، يمسكوا طفلهم ويقعدوا مثل ما إحنا هلأ قاعدين، يقعدوا على كرسي على طرف تخت. وأهم إشي يعني لما نيجي نسعف الطفل بيعاني من الاختناق إنه نحافظ على ثبات الرأس والظهر والرقبة عنده. فأول شيء لازم أعمله، بثبت الطفل على إيدي بهاي الطريقة، بعمل أصابعي مثل حرف الفي حوالين التم تبعه. عشان لو طلع الجسم الغريب أقدر أحس فيه، مو نسكر مجرى التنفس. بثبت الطفل على قدمي بهاي الآلية وراسه للأسفل عشان مع الجاذبية أساعده إنه الجسم يطلع منه. جميل. أو الحليب إنه اللي تلردق فيه يطلع. بإيدي، براحة إيدي، بضرب بين أكتاف الطفل 5 مرات بهاي الطريقة. 1 2 3 4 5. وإحنا مثبتين الرأس والظهر نقلب الطفل بهاي الطريقة وبنعمل 5 ضغطات في منتصف الصدر، بستخدم فيهم إصبعين في منتصف الصدر. منتصف الصدر يعني عند النيبل لاين تقريبا؟ توصيات الجمعية بتقولك بلو ذا نيبل لاين، وين النيبل لاين؟ إحنا تحتهم بشوية أو في منتصف الصدر، نضغط 5 مرات بهاي الآلية. 1 2 3 4 5. نرجع نقلب طفلنا وبنكررها لحد ما يطلع الجسم الغريب. لما نضغط هاي الضغطة القوية ولازم يشترط أعتقد معها بأنه نشوف انحناء القفص الصدري عند الرضيع. بالضبط. طيب ما بنخاف أنه يصير في مشاكل بالقفص الصدري مترافقة مع هذه الضغطة؟ الطفل ممكن يتحمل، وأنا هدفي أنه أنا أنقذ حياته، فإحنا بناخذ أولوية. عملية الاختناق ممكن أحيانا تؤدي إلى الوفاة للأسف عند كثير من الأطفال، فأنا دائما بخليها أولوية، فبضغط لحديت 4 سنتي اللي هي 1.5 إنش، مش أكثر من هيك. كم مرة بنكررها؟ إلى حين خروج هذا الجسم؟ إلى حين خروج الجسم. بلاقي الطفل مباشرة بلش يكح، بلش يعيط. طول ما أنا الطفل عندي بيعيط بيكح استفرغ أموري أنا تمام. طيب ربا، في ناس بيحاولوا يدخلوا أصابعهم بشكل هوك. أكيد
عشان يطلعوا المادة اللي اختنق فيها هذا الرضيع. هذا الإجراء والتصرف هذا صحيح أم خاطئ؟ هذا تصرف خاطئ، لأنه ممكن أحيانا أنا بدخل إيدي لأطلع الجسم الغريب أدخله بالزيادة وأنا مو قاصد هذا حتى الإشي. لو كان ظاهر عنا هذا الجسم، لو كان ظاهر عندك هذا الجسم، مجرد ما أنت تعمل الضغطات اللي على ظهره بقوة الضغط تبعتك رح يطلع مباشرة بدون الحاجة أن أنا أدخل إصبعي. لأنه ممكن أحيانا إذا بدخل إصبعي ندخل الجسم بزيادة لجوه ونسكر مجرى التنفس بشكل كامل، وممكن يترافق معه تقيؤ. التقيؤ علامة منيحة أنه هيك اللي عندي الجسم الغريب خلاص طلع. فإذا الطفل عنده استفرغ وشفت أنه أموره تمام، هذا معناته أنه صار عنده مجرى التنفس كلير. بعض الأشخاص بيقول لك أنا بسوي هذه الإسعافات الأولية في طريقي إلى المستشفى، ممكن. هل الاختناق عند الرضيع يستدعي فعلا طلب فرق الرعاية الطبية؟ دائما في حالات الاختناق، حتى لو أنا قدمت الإسعافات الأولية للطفل والطفل صارت أموره تمام، لازم نراجع فيه الطوارئ للفحص. لكن في حال انه كمان الطفل وانا بعمل فيها هاي الاجراءات ما تحسن، ما طلع الجسم الغريب، ما استفرغ، ما عيط عندي الولد، كمان لازم نراجع فيه الطوارئ. طيب ربا خليني افرج المشاهدين اكيد بسرعه، يعني نقول خلال دقيقه كيف ممكن الام تسعف طفلها الرضيع في حال حدوث الاختناق لا قدر الله. تمام، وهون نقول نضغط بين اكتافه بقوه. 1 2 3 4 5 واحنا مثبتين الراس بنقلبه وبنضغط 5 مرات في منتصف الصدر. 1 واحنا مثبتينه لطفلنا بهاي الطريقه. 2 نحاول ما ننزل راسه، نحاول نضلنا مثبتين راسه، لازم نضل راسه للاسفل عشان مع الجاذبيه يطلع الجسم. عظيم. نفس الشيء نرجع نقلبه في حال 1 2 3 4 5. طبعا إشي بيخوف، إشي بيخوف أكيد، لكن دائما نحاول نضلنا هادين لأنه هذا هو الإجراء الصحيح والسليم عشان نسعف حالات الاختناق. لا أخفيك هو أمر مقلق مثل ما أكيد. أخبرتك، وإن شاء الله يكون قدرنا أفدنا المشاهدين من خلال هذه الفقرة، فقرة الإسعاف الأول معك ربا غانم. يعطيك ألف عافية وشكرا لحضورك معنا. شكرا لك آية. شكرا.